تحية طيبة متابعين ميادين أونلاين. إلى أين تتجه الأوضاع في جرود عرسال اللبنانية؟ هل سنكون أمام معركة حاسمة؟ أم أننا سنكون أمام عملية تفاوضية تنهد الوجود المسلحة هناك؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفنا هنا الصحفي في جريدة الأخبار اللبنانية رضوان مرتضى. أهلا بك سيد رضوان. أهلا فيك. فرصتان متساويتان بين المعركة والتفاوض مع المسلحين، أيهما ترجح، علما أن هناك غارات سورية متكررة عند الحدود اللبنانية السورية على المسلحين؟ ما هي وظيفتها برأيك؟ هل هي تدفع المسلحين باتجاه التفاوض أم هي تمهيد للمعركة التي يحكى عنها؟ بداية تحية لكل المشاهدين. تحية لك. مسألة التفاوض، هي كل الأشهر اللي قطعت هي كانت مفتوحة للتفاوض، حتى كلام السيد حسن قبل أيام أنه كمان بعد لنعطي فرصة إذا كان في إمكانية للتفاوض للوصول لتسوية معينة، لكن المعركة بالجرود هي شر لابد منها، يعني ما في إمكانية الخروج من أنه ما يكون في معركة، لأنه في عندك أنت بقلب الجرود في ثلاث فصائل تنشط على الساحة، عندك سرايا أهل الشام اللي هي أحد أفرع أو فرع متفرع من الجيش السوري الحر، وعندك تنظيم الدولة الإسلامية، وعندك تنظيم جبهة النصرة، وكل فصيل من هذه الفصائل الثلاثة يقاتل الفصيل الأهل، فصيلين الأهل الآخرين. اللي كان عم يصير بالآونة الأخيرة أنه كان سرايا أهل الشام هو عبر مفاوض مدني اللي هو أبو طه العسالي كان عم يتفاوض مع الدولة السورية للوصول بالتنسيق مع حزب الله وبتسهيل من الجيش اللبناني لنقل النازحين السوريين الموجودين بعرسال وجرودة إلى قرى القلمون. أنجزت المرحلة الأولى بنجاح، نقل 160 عائلة، المرحلة الثانية كمان أنجزت بنجاح. بالمرحلة الثالثة دخلت جبهة النصرة على الخط وضربت، حاولت اغتيال أحد قيادات سرايا أهل الشام. ليه؟ لأنه تنظيم جبهة النصرة هو متضرر من عودة النازحين السوريين إلى جبال القلمون، وحتى تنظيم الدولة الإسلامية هو متضرر من نجاح المفاوضات وعودة النازحين السوريين. السبب أنه أي أنه إفراغ العرسال من النازحين وإفراغ جرود من النازحين بيترك هول التنظيمين لحالهم، وبيكون إمكانية أنه محاصرتهم والضغط عليهم صارت أكبر وإمكانية هزيمتهم أكبر. ربما مفيد للمشاهدين أن يعرفوا أكثر معلومات حول أعداد المسلحين في جرود عرسال ومن يمتلك حصة الأسد. في ترجيحات أمنية، هي سواء ترجيحات استخبارات الجيش أو ترجيحات جهاز أمن المقاومة، أنه أرقام مجمل المسلحين الموجودين بهيدي المنطقة الجردية هو لا يتجاوز، يعني هو يتراوح بين 700-800 مقاتل إلى 1200 مقاتل بأحسن الأحوال، وهول منتشرين بكافة الجرود ومقسمين المنطقة الجردية أو يعني إذا أنت بدك تحكي عن أماكن الوجود وجود المسلحين، تقول تنظيم الدولة الإسلامية هو موجود بالمنطقة الموازية لرأس بعلبك والقاع. نعم. بهيدا المنطقة اللي هي من وادي ميرا وبتحد هيدا المنطقة، وحتى الهزمات كانوا عملوها بهيديك المنطقة لفليطة يعني. نعم. جبهة النصرة هي موجودة بوادي الخيل، موجودة بمنطقة الملاهي بجزء منها، موجودة بالجرود اللي هي المقابلة لعرسال. سرايا أهل الشام بجزء منها موجود بداخل الأراضي اللبنانية، وبجزء منها موجود بالخط الدفاع الأول عن عرسال. والعلاقة بين هيدي الفصائل مثل ما قلت لك هي علاقة تنافسية، علاقة عداء، تنافس وتناحر. بالضبط. ولكن حتى لو قلنا أنه عدد المسلحين هو من 800 إلى 1200 بأحسن الأحوال، فهذا بدل أنه هيدي المعركة منها سهلة. هيدي المعركة قلت لك أنه شر لابد منه، وهيدي المعركة لو كانت سهلة كانت أنجزت قبل أشهر وقبل سنوات. ما هي الصعوبات؟ أثمان هذه المعركة كتير باهظة، سواء على المقاومة باعتبار ما في إمكانية حسم من الجو، يعني هلأ هيدي المعركة أطرافها رح يكون الجيش اللبناني لأنه رح يشكل خط دفاع أو طوق يمنع المسلحين ومسلحي الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة من الدخول إلى لبنان. المقاومة اللي هني بدون ينفذوا أو حزب الله اللي هني مقاتلين بدون ينفذوا هجمات على أماكن تحصن هو المسلحين،
وعندك الطيران الجيش السوري اللي هو بده يشارك بالقصف اللي هو فعليا بدأ بتنفيذ عدد من الغارات على عند الحدود اللبنانية بالضبط. ومدفعية الجيش اللبناني هي راح تكون للإسناد ولمنع عملية التسلل للداخل اللبناني. الثمن هو ثمن الوقت، ثمن ارتدادات هيدي المعركة على الداخل اللبناني إذا طالت، ارتداداتها على النازحين السوريين، لأنه دائما وقت تكون في معركة فيها عدد كبير من المدنيين فأنت قدام عمليات انتقامية، قدام ردود فعل، قدام أنه هيدي هول النازحين ممكن يستخدموا كشو بدي أقول لك درع بشري، درع بشرية. ومثل ما صار وقت العملية الأمنية الأخيرة اللي نفذتها دوريا من فوج المجوقل بمخيمين بقلب عرسال اللي هني مخيم قارية ومخيم النور، نعم. واللي كان لأحد الانتحاريين أخذ عائلة كدرع بشري وفجر حاله. نعم نعم. كنا نتكلم أكثر عن وضع التناحر بين الفصائل الثلاث الموجودة، لكن هناك سؤال أساسي حول لماذا أقدمت جبهة النصرة وتحديدا أبو مالك التلي على عرقلة عملية التفاوض؟ أي مكسب ستحصل عليه النصرة من بقائها في منطقة يبدو أنها قد تشهد معركة حاسمة تخسر فيها النصرة كل شيء؟ هو المشكل وقت أنت دائما عم بتخوف بمعركة ويكون النتيجة فاشلة. يعني أدائنا نحن بنسمع كل سنة، يعني مثل ما بنسمع أنه في صيف ساخن من قبل العدو الإسرائيلي على لبنان، كل سنة هيدي بتتكرر هيدي المعزوفة. فنفس الشيء بعرسال هيك، يعني كل فترة تطلع خبرية معركة الجرود بالشتاء، بيرجع بيقولوا لا بالشتاء ما رح تزبط، معركة الجرود هي بالصيفية. ومن صيفية لصيفية بتتأجل، ومن شتوية لشتوية عم تتأجل. ففعليا زخم هيدي المعركة خفت. ليه؟ لأنه كل التجارب السابقة ما أدت أو ما نتج عنا إنهاء وجود هول المسلحين بشكل كامل. فكرمال هيك المتوقع أو هول المسلحين بيتوقعوا إنه يكون في عملية عسكرية محدودة تستثمر إعلاميا وما تؤدي لنتائج فعلية على الأرض. وهون المشكلة إذا صار هذا الشيء. لكن بالعودة لسؤالك، بالعودة لسؤالك اللي هو إنه ماذا يستفيد أمير جبهة النصرة في القلمون الشيخ أبو مالك التلي من عرقلة المفاوضات؟ فعليا هو في مفاوضات بدأت منذ أشهر كان حزب الله طرف فيها، هي إلى علاقة بإمكانية نقل مسلحي جبهة النصرة من الجرود اللي هي الواقعة بمنطقة النومانز لاند بين لبنان وسوريا إلى إدلب. هيدي المفاوضات كان طرف النصرة هو يطلب مقابلة بدء مبالغ مالية، مثل ما صار بالصفقتين اللي صاروا مع صفقة رهبات معلولة وصفقة العسكريين المخطوفين اللي كانوا موجودين عند النصرة. والسبب الثاني اللي هي الطرف اللبناني أو الطرف اللي كان عم يتفاوض معه ما فهم ليه أوقف أمير النصرة هذه المفاوضات. فتنا بالتحليل اللي هو شو ترجيحاتك، هل يعقل أنه أبو مالك اللي هو بيضة القبان بمنطقة الجرود وحتى بوصفه كذراع من الأذرع الأساسية لجبهة النصرة، هل بيرضى أنه يتخلى عن كل هذه الامتيازات اللي هو بيحوزها بكل هذه المنطقة بقاطع القلمون وينتقل لأدلب حيث أمراء جبهة النصرة بالعشرات أو بالمئات رح يدوب بهذا البحر من الأمراء أو المجموعات، ورح يبطل يكون له هذا التقل اللي هو فعليا تقل مركزي ضمن قيادة التنظيم؟ فبرأيي أنا أنه الجزء الأساسي اللي دعا أبو مالك أنه يوقف هيدي هو هون، هو هيدا حسابات الربح والخسارة، علما أنه برأيي أنا هيدا بيتغير إذا كان الضغط الفعلي على الأرض حقيقي ما كان ضغط إعلامي فقط. يعني ممكن أبو مالك الطل يوصل لتفاوض في حال صار في ضغط عسكري عليه. يعني دايما أنت وهلك أنا في الفصائل الثلاثة، سرايا أهل الشام، جبهة النصرة، دولة إسلامية. برأيي المقطوع الأمل منه ما في منه رجع أنك أنت تفاوض أنت وياه من الدولة الإسلامية داعش. الدولة الإسلامية لهني بالضبط. ليه؟ لأنه شو بدك تفاوضه على العسكريين اللي موجودين عندهم؟ لحد هلا سنصل الموضوع العسكري. ما بعتقد رح تقدر تفاوض أنت وياه على هذا الموضوع. على شو؟ على مصاري؟ لو ما بدك تنقلهم من بعدها بدنا نروحوا على الموصل أو الرقة. الموصل سقطت، الرقة اللي موجودين أصلا بالرقة هن عم يهربوا على دير الزور.
ففعليا انه المقاتل اللي بينتمي لهذا التنظيم بهيدا البقعة بيقول لك انا ميت ميت، شو ما عملت مش رح اوصل. يعني ففي استشراس بالقتال، وهذا تمظهر بالهجمات اللي نفذوها بالاونه الاخيره على سرايا اهل الشام وعلى هيبه النصر، يعني يكون في هجوم يقتل منه 52 شخص ومن بيناتهم عدد من الانتحاريين بيهجموا بهذه الطريقه، فمعناتها هول محشورين محشورين. ومعناتها يعني هذا الشيء بيقول انه في حال صار تفاوض مع سرايا اهل الشام وجبهة النصرة، داعش هو الطرف الوحيد اللي لا يمكن التفاوض معه، واللي وهذا اللي بيحصل انه في معركة فعليا في معركة معه. تطرقت منذ قليل الى موضوع العسكريين المخطوفين، هل لديك معلومات حول هذا الموضوع؟ هذا الملف قد ايه شائك وقد ايه حساس، وحتى اليوم شفنا اهالي العسكريين او انتفاضة اهالي العسكريين كما سميت في الاعلام للمطالبة بكشف مصير ابنائهم. هذا ملف حساس لدرجة أنه أي معلومة ممكن تقدمها إذا ما كانت مستندة لدليل تعمل أزمة بالبلد. صحيح. فإذا بدك تحكي أنت عن المعطيات اللي موجودة، المعطيات الأولية، وإذا أنت ما عندك أي دليل حسي ملموس سواء عن أنه هو العسكريين أحياء، فأنت ما فيك تقول أنه هو العسكريين أحياء. وإذا ما عندك أي دليل حسي يقطع أنه هو العسكريين قتلوا، كمان انت ما بتقدر تطلع وتقول العسكريين قتلوا. وهيدي الاشكالية اللي عالقة فيها الاجهزة الامنية، ما في عندهم ولا اي دليل حول مصير العسكريين، وعندهم افادات من موقوفين، افادات متناقضة. يعني في موقوفين قالوا انه تم تصفية العسكريين، بالمقابل في موقوفين من التنظيم نفسه قالوا لا، انه هو العسكريين نقلوا من مكان الى مكان اخر وهن موجودين تحت امرة فلان الفلاني. فهذا الموضوع، وإضافة لمعلومات توفرت أنه في اثنين من مجموعة العسكريين المخطوفين هم انشقوا والتحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية. لكن حقيقة ما في ولا عند أي جهاز أمني لبناني أو حتى عربي معلومة دقيقة حول مصير هيدا العسكريين. والأجهزة الأمنية هي واقع بإشكالية أنه هي بمطرح عم تفتش عن العسكريها تبحث عن الحقيقة، وبمطرح عم تفتش عن حتى بالجثث. يعني التجربة القديمة اللي مرقت وقت اللي استخرجت 4 جثث من إحدى المغاور بمنطقة القلمون بقارة على ما أذكر، وسحبت إلى لبنان وأجري لها فحص للدي إن إيه، كان هيدي بإطار البحث. ففعليا هل الدولة مقصرة؟ الدولة هي عاجزة، هي ما عندها، ما قادرة تقدم أي معلومة لأهالي العسكريين. ليه؟ لأنه هذا التنظيم ما في هيكلية بنيوية، هيكلية رأس وأطراف. هذا تنظيم هي خلايا متفرقة، يعني كل أمير على مجموعته بياخذ قرار لوحده. هل لديكم معلومات أن بعض الأجهزة اللبنانية قد حاولت أن تحصل على معلومات ربما من خلال التفاوض مع جبهة النصرة أو مع سرايا أهل الشام لمعرفة مصير هؤلاء العسكريين؟ هو عملية التفاوض مع العسكري، مع هذا التنظيم، مع التنظيم الدولي خلال الفترة اللي قطعت كانت من أصعب عمليات التفاوض. ليه؟ لأنه بالبداية كان هذا التنظيم رافض للتفاوض. نعم. كان في وسيط اللي هو اسمه مصطفى بحلو، هو الوسيط اللي كان عم يقدر يروح عند هذا التنظيم ويلتقي ويجي ينقل مطالب التنظيم للدولة اللبنانية. صدف أو شاءت الأقدار أنه هذا الوسيط توقف عند الجيش وعلى الحاجز توفي بسكتة قلبية. فيعني الحظ السيء لهذه الدرجة، يعني الوسيط الأخير اللي كان عم يتفاوض مع هذا التنظيم توفي، انقطعت كل أي إمكانية للتفاوض. وحتى الأمير العسكري لتنظيم الدولة بالجرود اللي هو موفق أبو السوس، هو لا يقطع بأنه العسكريين قتلوا ولا شيء، وهو حتى ويرفض التفاوض، ما بيقدم أي معلومة، يقول الدولة اللبنانية لا تريد التفاوض، علما أنه الدولة اللبنانية هي عم تفتش على وسطاء جادين لإنهاء هذا الملف. هو هذا الملف هو من برأيك ممكن أن يكون وسيطا جديا مع داعش اليوم؟ حسب معرفتي أنا بهذا التنظيم، حسب معرفة الأجهزة بهذا التنظيم، إمكانية التفاوض معه تكاد تكون شبه معدومة. ليه؟ لأنه التنظيم بالجرود بالفترة الأخيرة كان في عمليات تصفية ضمن صفوف التنظيم نفسه، يعني أمراء قتلوا بعض وقيادات صار في انشقاقات وصار في حرب ضمن التنظيم نفسه. فانت بدك توصل
وحتى تنظيم هلأ متذبذب وضايع وقيادته تقتل وفي معلومات أنه أمير أبو بكر البغدادي قتل أم لم يقتل وفي تسريبات ولحد هلأ ما في بيان رسمي. فبرأيي آخر تفصيل لأنه حتى هذا التنظيم شو بده منك؟ يعني شو بده من الدولة اللبنانية؟ بده يسأل عن سجناء لإله ما بيعني بده مصاري ممكن إذا مجموعة هي فيك تسميها عصابة قررت أنه تفاوض ممكن بيكون في أمل بس شو بده يحقق مكسب شو؟ برأيي التعويل هو على أمل بالضبط المصير مجهول والتعويل على أمل أنه يكون في فعلا وسيط عربي يعني ممكن يكون قطري ممكن يكون غير قطري أو سعودي جدي يقدر يتدخل لحتى يقدر يحل هيدا المعضلة. نعم. سؤال أخير، في حال نشبت معركة في جرود عرسال هل سنكون أمام سيناريو يدفع المسلحين به أنفسهم إلى داخل بلدة عرسال فيتم فرض أمر واقع جديد يحتم على الدولة اللبنانية التفاوض معهم؟ هيدا سيناريو جدي مطروح. ليه؟ لأنه التجربة السابقة وقت اللي توقف قائد لواء فجر الإسلام اللي هو على أساسه بعتقد على بال 2014 اللي على أساسه اندلعت معركة عرسال واقتحموا مسلحي تنظيم الدولة عرسال واحتلوها ورجع دخل معهم عناصر جبهة النصرة واحتلت عرسال. فهذا السيناريو ممكن أو ممكن أنه يصير بأي لحظة. وهون التحدي الأكبر بالنسبة للجيش اللبناني أنه الطوق أو خط الدفاع اللي لازم يرسم لمنع المسلحين من الهرب أو حتى من الهجوم إلى الداخل اللبناني هو الذي يعول عليه سواء بالقصف الطيران الجيش السوري أو حتى بالطائرات الجيش اللبناني أو بانتشار العناصر حزب الله لمنع هو من الدخول. بس في مسألة ثانية هي العلاقة بأنه في مخيمات بداخل عرسال بهذه المخيمات بجزء منها تحولت لبيئة تحضن أشخاص يحملون فكر تنظيم الدولة الإسلامية وهذا تمظهر بأحد المخيمات عثر على أنه كان يصنع فيها أحزمة ناسفة تصنع فيها عبوات ناسفة أو كان فيها انتحاريين يختبئون في هذه المخيمات. فهو المشكل الأساس أنه شو ممكن يطلع من المخيمات لحتى يضرب الداخل اللبناني وحتى أنه هذا ما بيلغي أنه في إمكانية أنه يكون في عملية انتقامية تفجيرات سواء تفجيرات انتحارية أو غيرها. القرار عند هول التنظيمين هو موجود أنه ينفذوا عمل انتحاري متى أمكن ذلك لكن القدرة ما عندهم القدرة أنه هن ينفذوا هذا الشيء. وحتى الأجهزة اللبنانية كانت عم تقدر تنجح من خلال الأمن الاستباقي من أنها تفشل مخططات هول التنظيمين. في حال حصل هذا السيناريو قدروا فيتوا المسلحين لعرسال هل تعتقد أن الدولة اللبنانية لن يكون أمامها إلا أن تحاول إفشال قيام انتحاريين بالخروج من البلدة لتنفيذ عمليات خارج عرسال وتجنب معركة داخل البلدة بسبب وجود مدنيين؟ في مسلمة هي موجودة أنه عرسال أرض لبنانية أهالي عرسال هن لبنانيين أهالي عرسال المزاج العام عند أهالي عرسال تغير منذ بداية الأحداث في سوريا وبات هذا المزاج رافض لوجود المسلحين بالداخل لأنه لم يأتي من هؤلاء إلا الويل والمآسي على عرسال وعلى أهل عرسال. وهذا تمظهر بالانتخابات البلدية الأخيرة وقت اللي تيجي البلدية هي كلها يترافض لوجود المسلحين. لكن لو حدث انه هو المسلحين قدروا يحتلوا اجزاء من عرسال فهون المشكله رح تكون اكبر. وبرايي انا المخطط لدى هؤلاء باحتلال الارض اللبنانيه وكمان بالمقابل بين هلالين الكاونتر اتاك هو انه يمنع هؤلاء من احتلال عرسال والا رح تكون التكلفه رح تكون باهظه اكثر. الصحافي في جريده الاخبار اللبنانيه جزيل الشكر لك. شكرا لكم وإلى اللقاء في مقابلة للميادين نت عبر صفحتنا على الفيسبوك.
حسن حال.